السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة رجعت لكم بفيديو ريفيو جديد وهو عن انفينكس نوت 10. وفي البداية عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات وتسيبوا كومنت حلو، علشان الكومنتات الحلوة بتحفزني انه اكمل في نشر الفيديوهات، وان شاء الله هرد على كل الكومنتات بتاعتكم. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة على القناة. وبس كده يا صاحبي، يلا بينا على الريفيو بس بعد الفاصل. ورجعت لكم تاني، ويلا نبدأ بالريفيو. عايزين نعرف الأول ايه هي مواصفات التليفون. يدعم الراديو اف ام. التليفون بيجي بأبعاد 8.8 في 78.7 في 173.2 مليمتر. بيدعم شريحتين اتصال من النوع نانو سيم. بيدعم شبكات اتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G. خامات التليفون من البلاستيك. الشاشة بتيجي بشكل ثقب في منتصف الشاشة بمساحة 6.95 انش. جودة ال FHD Plus بدقة 2460 في 1080 وبالتردد 60 هرتز، بالإضافة لدعم الشاشة الوضع المظلم والآي كير. بيجي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. بيدعم الهاتف إمكانية لزيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل حتى 256 جيجا بايت. المعالج هو من شركة ميديا تك من النوع هيلو G85 بتكنولوجيا ال 12 نانو مع معالج رسومي من النوع مالي G52 MC2. الكاميرا الأمامية بتيجي كاميرا واحدة بدقة 16 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية بتيجي بارزة شوية عن ظهر التليفون وبتيجي بكاميرا ثلاثية. الكاميرا الأولى بتيجي بدقة 48 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بالتصوير الماكرو. الكاميرا الثالثة بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبورتري، بالإضافة إلى فلاش رباعي من النوع ليد فلاش. بيدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة 2K بدقة 1440 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة، وبيدعم التصوير بجودة ال FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، وبيدعم التصوير بجودة ال HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. وسائل الأمان والحماية. بيدعم الهاتف مستشعر بصمة وبتيجي مدمجة في زر الباور، بالإضافة لدعمه خاصية الفيس أنلوك. منفذ ال USB بيجي من النوع الأحدث وهو ال Type-C وبيدعم خاصية ال OTG لتشغيل فلاشة في التليفون. البطارية بتيجي بساعة 5000 ملي أمبير مع الشحن السريع بقوة 18 واط. بيجي بنظام تشغيل أندرويد 11. يتوفر الهاتف بألوان الأسود والبنفسجي والأخضر. نيجي على مميزات التليفون. سماعات ستيريو لتجربة صوتية أفضل. المعالج بيقدم تجربة كويسة خصوصا في الألعاب. تقدر تستخدم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. البطارية كبيرة تكفي للعمل ليوم كامل وبدون أدنى مشكلة خلال اليوم. الشاشة كبيرة بشكل ثقب ودقة ال FHD Plus بتقدم تجربة جيدة من حيث الألوان والسطوع. نيجي على عيوب الموبايل. ما بيدعمش لمبة إشعارات، ما فيهوش كاميرا للتصوير الواسع. واجهة انفينكس لسه مليانة بالإعلانات المزعجة. الحافة السفلية كبيرة. ما فيهوش الميكروفون الثانوي لعزل الضوضاء، معرض إنه يتوسخ ويتبصم بسبب خامات البلاستيك اللامع. ما بيدعمش التردد 90 هرتز. نيجي لسعر التليفون في مصر. السعر الرسمي 3099 جنيه النسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام مع هدية سماعة بلوتوث في العلبة. وبس كده يا صاحبي، ابقى وصلت لنهاية الفيديو. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب كومنت حلو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اول باول، وتشيره علشان غيركم يستفيد. تابعوني على صفحاتي على الانستجرام وتويتر والفيسبوك وتيك توك، سايب لكم اللينكات تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم.